عمرك، وان شاء الله مبروك للبنانيين ويكون وشها خير على لبنان. شكرا دولة الرئيس. دولة الرئيس، بداية باليوم الأول لك في السرايا، هل شعرت اليوم بغربة، بوحشة في السرايا الحكومية؟ هل شعرت بنظرات غريبة باتجاهك مثلا؟ لا حقيقة، وقت واحد يدخل السرايا بيشعر بهيبة وبرهبة، هيبة المسؤولية، مسؤولية مش سهلة. وحشة، تلك أيام ندولها بين الناس، يعني في القول على باب السرايا لو دامت لغيرك ما آلت إليك. نعم. أنا بقدر أقول كمان أكثر من هيك، أنا وفايت فكرت كمان أنه يعني كل ما عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نحن بالنهاية كلياته حيمروا، المهم أنه نفوت ونقدر نحكم ونقدر. هيدا مركز سلطة، هيدا مش رايح على نزهة أو على مركز إقامة، مركز سلطة بكل معنى الكلمة. طبعا في إلى هيبة، والهيبة متهيبة وعارفة، وهيدا على قدر المسؤولية بدها تكون التصرف اللي يتصرفه. أهم شيء بقول يا ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق. هيدا اللي أنا عطول عم بقوله اليوم كل النهار. في وحشة، بقول لك انه بال 2005 لما دخلت شعرت بوحشه اكثر من اليوم. شعرت بوحشه خاصه انه كنت يعني كان حقيقه ما بخفي عنك، بال 2005 الشعور غير اليوم تماما، شعور كان 2005 دائما حس كانه بغرف بالمكتب ظل الرئيس الشهيد رفيق الحريري موجود، لانه كان دغري تقريبا بعد اغتياله، وكانت صدمه كثير كبيره للبنانيين. اليوم كانت هيبة المسؤولية أكثر ما هي وحشة. عظيم. دولة الرئيس، أما وقد تشكلت الحكومة بعد أشهر من الانتظار، هل هذه الحكومة تلبي طموحات نجيب مئاتي، ترضي قناعات نجيب مئاتي؟ أستاذ مارسيل، طموحات نجيب مئاتي أكبر من هيك بكتير أكيد، ولن تقف الطموحات عند يعني إذا بقول لك هيدا طموحي الماكسيموم، هيدا أقصى طموحي، بيكون مشكل. أنا طموحي لما أقدر أختار أفضل الممكن، مش طموحي لما أختار الممكن. أنا اليوم تصرفت ضمن فن الممكن، من هون بميز أنه طموحي أفضل الممكن، ويا ريت نوصل لمرحلة بلبنان نختار أفضل الممكن. اخترت الممكن اللي عرضوه الكتل علي ضمن الظروف، ضمن فن 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 الواقع، الفن الممكن بالأحرى، ضمن الواقع اللي نحن موجودين فيه. تصرفت ضمن هالتصرف لحتى قدرت اطلع بحكومة. البعض بيقول انه يمكن تسرعت تشكيل الحكومة، البعض بيقول انه يمكن كان الافضل نبقى بلا حكومة عن نكون هيك حكومة. انا بقول شعرت من كل مواطن، أنا بعد هالفترة الطويلة شعرت من المواطن، حتى لما أمشي بالشارع أو لما التقى بأي محل عام مع أي شخص سؤاله يا دولة الرئيس إمتى حتشكلنا هالحكومة، شعرت المواطن بده حكومة. خاصة شعرت أنه بدأ ضرب المؤسسات كلياتها، ضرب المؤسسات بكل ما للكلمة من معنى، أنه في فراغ بمؤسسة رئاسة الوزارة، صرنا معقول نتعود بلا رئيس وزارة، صرنا نتعود بلا مجلس وزراء، صرنا نتعود يمكن ربما أنه مجلس نواب يأخذ دور مجلس وزراء. لسوء الحظ وصلنا بمكان بلبنان يا أستاذ مرسال، صرنا منقول أي شيء بنعمله أحسن من الفراغ. لسوء الحظ بتقلي أنت مسرور ومبسوط بهالموضوع؟ بقول لك لا، اتمنى تكون الامور احسن من هيك بكثير، بس حتما اللي عملناه افضل من الفراغ اللي ممكن عزيز. انه يبقى هيدا دائما عم بخيره اللبناني، وقت انه يا بتقبل بالفراغ يا بتقبل بهالشيء الموجود. معلش نحن قبلنا بهالشيء الموجود، وانا حملت المسؤوليه بهالموضوع، ولكن انا اذا فيني اعد اللبناني انه بمساعدته وبدعمه وبعدم ما ينجر للتحريض ولا التعبئه، انه نقدر نسعى سوا، نقدر نقول نعم نحن قدرنا عملنا شيء، قدرنا سوينا شيء. عظيم. دولة الرئيس، هالحكومه كيف ولدت بسرعه يعني، وما علاقه جرس الانذار السوري بتشكيل هذه الحكومه؟ يعني كيف ولدت بسرعه؟ اخر 24 ساعه. صحيح. لسوء الحظ انه نحن صرنا كل شغله بنحطها وبننسبها للخارج. انا اول شيء بقول جرس السوري، هل الاتصال اللي حدث بين فخامه الرئيس وسياده الرئيس بشار الاسد هو عباره عن اشاره سوريه؟
أنا ما بدي أحط حالي موقف دفاع، ولكن أقسم لك بالله أني ما تلقيت أي اتصال. وأنا الحكومة، أنا عملت نهار الأحد بالليل الساعة 11 بالليل كان عندي صيغة معينة وطلعت فيها عند فخامة الرئيس، وما خبرت حدا إلا أقرب المقربين لي، لأني عديتهم 6 أشخاص، وقلت إذا بدي يتسرب الخبر بدي يكون من هالست أشخاص فقط. وطلعت وقلت لفخامة الرئيس أنا مش حأنزل من القصر إلا ما علف الحكومة. نعم. لو بدي نام بالقصر أنا ما ممكن بقى أتحمل هالكلام اللي عم يطلع من هون ومن هون. من جهة بيطلع كلام تخويني، من جهة تانية بيطلع كلام إنه أنا مؤتمن على هالموضوع، ومني عم مارس مني عم بقدر إني أكون مقدام بهالقصة. أقدم يا نجيب، كل واحد بيقول لي. قمت قلت أنا خلص ما في مجال، يا في حكومة يا ما في حكومة. عظيم. وصل الرئيس بري والصيغة صارت معروفة اللي حكينا فيها، صار في حديث طويل، صار في جدل بالموضوع، أدى إلى ما أدت إليه. أنا تمنياتي ودعائي وبطلب بركة اللبنانيين أنه حقيقة يعطونا الدعم الكافي لهذه الحكومة. ولكن يعني الكلام اللي كان قبل تشكيل حكومة دولة الرئيس جاء أيضا بعد تشكيل هذه الحكومة. فريق 14 من أدار يتهم حكومتكم بأنها حكومة سوريا، حكومة إيران، حكومة التدخل السوري، وقرر معارضتها. وعم بتشوف يعني أعنف درجات المعارضة والكلام القاسي. كيف ستواجهون هذه الحملات؟ أول شيء أنا أحترم المعارضة وأحترم كل كلمة تقال، ولكن أقولها للبناني للمواطن العادي. يعني أقول مثل عنزة ولو طارت. لو شو ما عملنا، ما مثل ما قلت قبل ما تتشكل هالحكومة كان فيها الاتهامات، يوم اللي تكلفت فيها الاتهامات، اليوم اللي ألفت فيها الاتهامات. هل الاتهامات دلة حدلة مستمرة؟ لأنه المعارضة بدها تستعمل كل أساليبها، وهي قالت حتستعمل كل أساليب لمواجهة هذه الحكومة. أنا طلبي أنه بكرة بترك الاحتكام للشعب اللبناني هو يحكم. هل هالحكومة سورية أو إيرانية؟ يعني الأسئلة مش عم بيجي، عم بقول أنه حقا لم يكن أي تدخل من أي جهة كانت. حتى التركيبة تاعتها، هل هذه حكومة حزب الله؟ الحزب الله عنده وزيرين منا، وعنده مع حلفائه 18. ولا بدي أحكي بالأعداد، أنا بتأسف حكيت بالأعداد، ولكن بحط طمن اللبناني أنه هذا الموضوع موضوع حكومة فيها مستقلين وفيها وسطيين وفيها مستقلين وفيها رأي حر، وحيكون الرأي الحر موجود على طاولة مجلس وزراء مثل ما حيكون موجود بكل مكان. وبحط طمن اللبناني الله يعطينا عمر نقدر نشوف أنه هالحكومة لن ترضخ لأحد، لن ترضخ إلا للشعب اللبناني، لن ترضخ إلا لمصلحة لبنان. ونحن نعرف مصلحة لبنان أين. مصلحة لبنان على أن يكون على علاقات ممتازة مع كل الدول الخارجية الشقيقة والصديقة. مصلحة لبنان أن يحترم كل التزاماته الدولية مهما كانت. مصلحة لبنان أن يكون جزء من هذا المجتمع الدولي والمجتمع العربي بكل ما بالكلمة من معنى. هذا الموضوع أؤكده للبناني اليوم كما أكدته يوم التأليف، وأكده بكل لحظة ممكنة. لكن دولة رئيس يعني الكلام يعني موجود، والأجواء تشير إلى حكومة مواجهة، بما معناه أنه أنتوا رايحين على الحج والناس راجعة، خاصة أنه يعني ليس هذا ما يريده الناس اليوم، بما معناه أنه في رهان على النظام السوري، وهذا النظام السوري في حالة توتر في الداخل السوري، ويمكن بأي لحظة أنه يتعرض لنكسات أو لسقوط يعني أو غيره. السؤال أول شيء، لماذا ربط هذا الموضوع تشكيل حكومة بأي موضوع خارجي؟ هذا الموضوع موضوع لبناني بحت، لموضوع وطني بحت. وضعنا وقال فخامة الرئيس بكلمته بانطلاقة مجلس وزراء أن هذه الحكومة صنعت في لبنان، ونحن فخرون بهذه بما صنعناه. قدرنا نعمل حكومة اجت التهنئة من 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 سيادة الرئيس بشار الأسد. هي تهنئة طبيعية تكون بين رئيس دولتين جارتين، انه تكون اول تهنئة من موجودة معينة. وين شافوا السمات السورية او السمات الغير سورية بهالموضوع؟ هيدا سؤالي. ما معناتها نحن منا طوقين على ان نكون على علاقة ممتازة مع سوريا، ولكن هذه الحكومة خلينا نطلع من مبدا الوطني، والمبدا الوطني بكل معنى الكلمة. هون انا سؤالي، انه عم نجي نقول رحتوا على الحج والناس رجعين، اي حج؟ انا مستعد روح على الحج كل يوم لو مؤخر ولو مسبق ولو بعدين. اي حج؟
عظيم. ومأخرين على شو؟ مأخرين على مين؟ إنه نحن مشينا مع مين والناس عم تتأخر؟ ما نحن عارفين الوضع مثل ما عنا قراءة، الوضع مثل ما أي واحد عنده قراءة، مش بس هنن عندهم قراءة، كمان نحن عنا قراءة وقراءتنا كمان واضحة، وعلى أساس هذه القراءة بنكون عم ناخذ قراراتنا.